الثانية بتوقيت العاصمة طرابلس، نشرة الأخبار من قناة النبوة، البداية بأبرز العناوين. لجنة الصياغة الموحدة تبدأ اجتماعها الرابع بتونس لبحث ملف هيكلة الرئاسي والجسم التنفيذي. هدوء حذر في صبراتة وتواصل مساعي وفود المصالحة لوقف النزاع في المدينة. أفريكوم تعلن تنفيذها ضربتين جويتين ضد تنظيم الدولة بسرت ومقتل عدد من عناصره. أهلا بكم. قال موفد النبا إلى تونس أن لجنة الصياغة الموحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق صخرات بدأت الجمعة اجتماعها الرابع في مقر البعثة الأممية في تونس. وأضاف موفدنا أنه من المقرر أن يحسم الاجتماع اليوم ملف هيكلة الرئاسي والجسم التنفيذي بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة. هذا وكان مجلس النواب قد علق الاجتماعات الرسمية بين طرفين بسبب ما سماها الخلافات بشأن الرؤية مع مجلس الدولة. هذا وكانت اللجنة قد استكملت اجتماعاتها التشاورية الداخلية مع لجنتي الحوار لكلا المجلسين، وذلك لمناقشة هيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي المقترح. ذكر موقع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الخميس أنه من المتوقع أن تفرز هذه التشاورات مقترحات لتناقش يوم الجمعة بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة. أكد أعضاء لجنة الصياغة الموحدة حرصهم على المضي قدما نحو دولة قادرة وثابتة يطمح إليها جميع الليبيين حسب تعبيره. تحصلت النبا على مراسلة رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تبين مطالبة رئيس الهيئة باستكمال المسار الديمقراطي عن طريق الشعب. قال رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور عبر المراسلة أنه لا شأن لأي سلطة تشريعية قائمة وفق الأحكام الدستورية بالدستور. أضاف نوح عبد السيد أن الإعلان الدستوري يبين أن السلطة بعد الهيئة في الشأن الدستوري هو الشعب الليبي عن طريق الاستفتاء العام، تابعا أن إنهاء الهيئة لمشروع الدستور بالتصويت عليه بنصاب يزيد عن ثلثين من أعضائها وفق الشروط يبقي الأمر فقط لاستفتاء الشعب. جدد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو التزام بلاده بدعم عمل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة من أجل تعزيز الحوار السياسي بين الأطراف الليبية. قال ألفانو خلال لقائه في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج أنه بالنسبة لإيطاليا ليس هناك مجال للحلول العسكرية للأزمة الليبية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الذكرى السنوية الثانية لاتفاق صخرات فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لصالح حل متفق عليه بين الأطراف الليبية حسب قوله. قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على 3 مسؤولين ليبيين لمدة 6 أشهر إضافية بسبب استمرارهم في تقويض السلام والمصالحة في البلاد حسب قوله. أرجع الاتحاد في بيان له الخميس تمديد العقوبات إلى عدم حدوث تقدم ميداني باتجاه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا وفق ما نقلته وكالة إيكي. هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في الأول من شهر إبريل 2016 فرض عقوبات على كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغوير ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين بحجة العمل على تقويض العملية السياسية وعرقلة مسيرة السلام في البلاد. ذكرت العديد من الوسائل الإعلامية أن لقاء عقد بين رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج ومدير مكتب القذافي السابق بشير صالح. أوضحت المصادر نقلا عن مجلة جون أفريك أن اللقاء الذي عقد في إسطنبول نظم بواسطة رجل الأعمال الفرنسي جين إيف أوليفي. وفقا لما نقلته مجلة جون أفريك فإن اللقاء جاء قبل أول ظهور لصالح منذ 5 سنوات في القمة الإفريقية رفيعة المستوى التي عقدت في برازافيل في 9 سبتمبر الجاري ومحاولته التقارب مع العديد من الأطراف الليبية.
قال المتحدث باسم الكتيبة 48 مشاة وليد زريغ إن هدوءا حذرا يسود المدينة حاليا رغم ما شهدته في ساعات الصباح الأولى من إطلاق متقطع للنار. ذكر زريغ في اتصال مع النبأ أن لجان المصالحة ما زالت تعمل من أجل إيقاف الاقتتال الدائري في المدينة، وتنتظر توقيع كتيبة الوادي على ما توصلت إليه من مقترحات لوقف الاشتباكات. هذا وصف زريغ أوضاع النازحين بالمأساوية، مؤكدا أن الهلال الأحمر نفسه غير قادر على تقديم المساعدة لهم بسبب نقص الإمكانيات حسب تعبيره. هذا وتحصلت النبا على صور خاصة لوفود المصالحة الذين اجتمعوا الخميس بمدرسة العلاج الشمالية صبراتة قبل التوجه إلى لقاء عناصر من غرفة الوادي. جدد مستشفى صبرات التعليمي نداءه العاجل للطواقم الطبية والطبية المساعدة لمد يد العون عبر التوجه إلى قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بالنسبة للأطباء والمسعفين. ودعت إدارة المستشفى الخميس عبر حسابها بفيسبوك الطبيبات والممرضات إلى التوجه إلى مستشفى سوق العلاجة وزوغة، كما دعا المستشفى المواطنين والعاملين غير القادرين على بلوغ مقره بسبب الاشتباكات إلى التوجه إلى مركز زوغة. من جهتها أهابت غرفة حفظ الأمن والاستقرار بصبراتة بجميع أهالي المدينة النازحين إلى ضرورة التواصل مع لجنة الأزمة المشكلة من قبل غرفة حفظ الأمن والاستقرار لدواعي الضرورة القصوى حسب تعبيرها. هذا وكانت الاشتباكات قد تجددت في المدينة الخميس عقب ساعات من الهدوء المشوب بالحظر. أكد أمين غرفة عمليات الوادي العميد عمر عبد الجليل في تصريح للنبأ استمرار سيطرة الغرفة على منطقة الأثار، محملا الكتيبة 48 مشاة مسؤولية المواجهات داخل الأثار. قال أمير غرفة الوادي أنهم أبلغوا بصدور تعليمات من رئاسة الأركان للكتيبة 48 مشاة لسحب قواتهم إلى خارج المدينة، مشيرا إلى عدم امتثال الكتيبة للتعليمات حسب قوله. رغم حالة الهدوء الحذر في مدينة صبراتة لأن سكان المدينة يعانون من سوء الوضع الأمني وينتظرون أن تسفر جهود المصالحة عن الأمن والسلام. في التقرير التالي نلقي الضوء على الوضع داخل المدينة. لم تلبث حالة الهدوء التي شهدتها مدينة صبراتة طويلا حتى تجددت الاشتباكات المسلحة داخل المدينة. الاشتباكات التي اندلعت منذ نحو أسبوعين بين الكتيبة 48 وغرفة الوادي التابعتين للحكومة المقترحة خلفت أكثر من 17 قتيلا بحسب الهلال الأحمر فرع صبراتة. المدينة تشهد حالة من الهدوء الحذر بين الحين والآخر، إلا أن مرافقها قد شلت تماما، ويواجه سكانها هذا الوضع الأمني والإنساني الصعب الذي فشلت جهود المصالحة الوطنية في تذليله حتى الآن. معنا شو ندير أنا إذا كان لم تفلح نداءات المدن الليبية المختلفة وبيانات الجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في إنهاء الصراع أو التخفيف من حدته، وفي المقابل تواجه فرق الإنقاذ في الهلال الأحمر الليبي يوميا صعوبات لإجلاء النازحين الذي وصل عددهم إلى أكثر من 1000 عائلة جرى توزيعهم على المدن المجاورة في ظل وضع صحي وصف بالكارثي جراء نقص الأدوية والأطقم الطبية وطبية المساعدة. نؤكد نحن جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة أننا ليس لدينا أي علاقة بأطراف النزاع، وأنما نقف على مسافة واحدة من الجميع لنتمكن من الوصول إلى الهدف السامي وهو إنقاذ أرواح الناس التي تحتاج إلى المساعدة. كما نكرر نداءنا لكل الأطراف المتنازعة أن يكونوا أكثر تساهلا وتفهما
مع آلية عمل الفريق في الهلال الأحمر الليبي. ورغم إعلان تشكيل غرفة حفظ الأمن والاستقرار كقوة محايدة لوقف الاشتباكات بين الطرفين المتنازعين، إلا أن القتال وصل إلى محور الآثار غرب المدينة ووصف بأنه الأعنف، ما دفع اليونسكو لدعوة جميع الأطراف إلى وقف أعمال العنف وتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي بصبرته. وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حال الصراعات المسلحة، صراع لا يزال سكان صبرات وأثارها القديمة في انتظار أن تصمت مدافعه. أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الخميس بتنفيذها ضربتين جويتين ضد عناصر تنظيم الدولة في ليبيا في 26 من الشهر الحالي. وأكدت أفريكوم مقتل عدد كبير من مقاتلي التنظيم، وأن الضربتين استهدفتا منطقة على بعد 100 ميل جنوب سرت. أشارت أفريكوم إلى أن الضربات نفذتها بالتنسيق مع الحكومة المقترحة، مضيفة أن تنظيمي الدولة والقاعدة استغلا غياب الدولة في ليبيا لإنشاء معاقل لهم في البلاد وتنفيذ عمليات إرهابية حسب تعبيرها. من جهتها، أفادت وزارة الدفاع المصرية بتدمير قواتها الجوية 10 سيارات محملة بالأسلحة والذخائر قبل أن تتمكن من التسلل عبر الحدود مع ليبيا. أضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي الخميس أن استهداف السيارات جاء بناء على معلومات أفادت بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام سيارات دفع رباعي محملة بالذخائر والمواد المهربة. قال مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور أن التحقيقات مع عناصر تنظيم الدولة كشفت عن ملابسات نحو 200 عملية نفذت في ليبيا ونسبت إلى مجهول. وأكد الصور التحقيق مع عنصر أشرف على عملية أعدام الأقباط المصريين، مشيرا إلى حصولهم على كل تفاصيل الواقعة ومكان دفنهم، لافتا إلى إصدارهم أوامر بالقبض في حق أكثر من 800 شخص داخليا و50 آخرين لدى الانتربول الدولي. كشف الصور أن عدد الجنسيات التي انضمت إلى التنظيم في ليبيا بلغت 26 جنسية، في مقدمتها الجنسيات التونسية والمصرية والسودانية. هذا وأوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أن بداية التجنيد لتنظيم الدولة في ليبيا كانت مع شخص يدعى حسن باللعرج في مدينة درنة. هذا الشخص سبق أن سجن في العراق سنة 2005، عاد إلى ليبيا سنة 2012، أسس ما يعرف بجماعة التوحيد والجهاد في مدينة درنة تابعة لما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق. انضمت جماعته لاحقا بتنظيم داعش ونصب أميرا على ليبيا. استقبل مبعوثي تنظيم الدولة داعش إلى ليبيا سنة 2014. هناك بعض الأشخاص الذين جاءوا من سوريا والعراق والسعودية والبحرين وغيرها من قيادات تنظيم داعش، منهم تركي بن علي ومحمد العدناني وغيرهم وعامر الجزراوي وأبو مغيرة القحطاني. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. بدأ تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة أوباري الغازية لتوليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. وجه المجلس البلدي لمدينة درنة رسالة إلى جميع المخابز بالتقيد بسعر الرغيف ووزنه، مؤكدا أنه في حالة أي مخالفة سيجرى تحويلها إلى مدير الأمن بالمدينة. أفاد المجلس في بيان تحصلت النبأ على نسخة منها الخميس المواطنين بأن سعر الرغيف المدعوم والمسلم من قبل صندوق موازنة الأسعار للمخابز وصل إلى 100 درهم للرغيف الواحد، مؤكدا أن وزن الرغيف لا يقل عن 120 جراما حسب نص البيان. عرفت بمدينة الصحابة والزاهرة كما عرف سكانها بالبسالة ومجابهة الحصار في فترات تاريخية مختلفة. مدينة درنة وهي تعاني اليوم من حصار ميليشيات الكرامة، وكأن التاريخ يعيد نفسه ويسطرها مجددا، مدينة صامدة رغم محاولات تركيعها. قراءة في تاريخ حصار المدينة وصمود أهلها في سياق تقريرنا التالي.
مدينة كأنها خلقت في كبد، فليست هي المرة الأولى التي تتعرض فيها درنا للمعاناة والحصار حتى الاختناق، وكأنما كتب على أهلها العناء والمشقة على مر العصور. ولعل التاريخ ما زال يتذكر جيدا الاحتلال الأمريكي لدرنا قبل أكثر من 200 عام في الحرب التي انتهت بتوقيع معاهدة عرفت باتفاقية طرابلس، ثم عقب نحو قرن عاد أهل المدينة وسطروا مجددا ملحمة أخرى في الصمود أمام الاحتلال الإيطالي ومحاولته السيطرة على أقليمي طرابلس وبرقة. أما في العصر الحديث فعانت المدينة احتلال تنظيم الدولة الذي استغل الفوضى السياسية في البلاد للتوسع على امتداد شواطئ شرقية، إلا أن قواتها تمكنت من دحره بعد معارك ضارية. ولم تلبث المدينة بعدئذ حتى حاصرتها مجددا ميليشيات أخرى هي ميليشيات الكرامة، وفرضت على سكانها سياسة الخنق. منذ أكثر من عام والحصار جاثم حول المدينة، بل أخذ يشتد ويشتد حتى أغلقت ميليشيات حفتر مطلع أغسطس الماضي المنافذ كلها المؤدية إلى درنا. في ظل ظروف إنسانية حادة جراء نقص الضروريات من غذاء ودواء ووقود وغيرها. لا فيه دواء ولا فيه غاز ولا فيه دقيق ولا فيه، وفيه ناس كبار وفيه أطفال وفيه ناس متضررة يعني بالنسبة للدرنة. طرقنا جميع الأبواب من لجنة المصالحة، من الأشراف، من أخوتنا في هالمناطق، أن نبغوا دولة مؤسسات وقانون وشرطة وعدل ونيابات، لكن بما يرضي الله ويرضي رسوله. وأمام تفاقم الحالة الإنسانية في درنا وشلل مرافق الحياة وفشل النداءات المتكررة لمنظمات المجتمع الدولي، أعلنها مجلسها مدينة منكوبة في ظروف وصفها ناشطون دوليون بالمرعبة. يؤسفني أن نعلن أن مدينة درنا اليوم هي مدينة منكوبة. المدينة تئن، بل لعلها لم تعد حتى تقوى على رفع صوتها بالأنين، والعالم يتباطأ في جهل أو تجاهل لا يدرى مآربه، فلم يعد يتسع لملف درنا غالبا مكان في معركة المصالح وصخب السياسة وصراعاتها، حتى صارت درنا والمجتمع الدولي يقفان على مشارف قولنا لا حياة لمن تنادي. أكدت مصادر صحفية لنبأ الجمعة وفاة عضوي المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عبدالله انطاط وخميس سباجة ومرافقيهما في حادث سير. وأوضحت المصادر نفسها أن الحادث وقع صباح الجمعة بعد رجوع العضوين من منطقة الجواليش وتحديدا في منطقة مزدة، مشيرة إلى أن فريق من المدينة توجه لجلب الجثمين التي ما تزال في منطقة الحادث. أفادت مصادر لنبأ بطبرق بأن المعلمين بالمدينة هددوا مجلس النواب بإيقاف الدراسة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. طلب المعلمون خلال اجتماع جمع أعضاء النقابة العامة ونقابة معلمي طبرق بزيادة رواتبهم وتوفير تأمين صحي لهم. جاء ذلك في بيان رسمي أعلن عنه بمسرح قطاع التربية والتعليم بطبرق الخميس الماضي. أعلنت شركة العامة للكهرباء الخميس بدأ تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة أوباري الغازية لتوليد الكهرباء دون مشكلات. قالت الشركة أن دخول الوحدة للعمل خطوة مهمة نحو تغطية العجز والتغلب النهائي على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. هذا وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة أوباري 640 ميجا وات، ومن المنتظر الانتهاء من تشغيلها مع نهاية هذه السنة. هذا وكانت الشركة التركية المكلفة بتنفيذ المشروع قد استأنفت عملها بالمشروع منذ نحو 6 أشهر. وقعت شركة العامة للكهرباء والمجلس البلدي بطبرق الأربعاء عقد تنفيذ مشروع محطة طبرق الغازية لتوليد الكهرباء مع شركة ميدكا اليونانية، وتفوق القدرة الإنتاجية للمحطة 700 ميجاوات فيما تناهز تكلفة إنجازها 500 مليون دينار ليبي.
وأكدت مصادر للنبأ أن انطلاق المشروع ستكون مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن تبدأ الوحدة الأولى بالمحطة في العمل خلال 9 أشهر. وقع العقد مدير إدارة شركة العمل للكهرباء عبد المجيد حمزة وممثل شركة ميدكا اليونانية إيفا غوتس. منع مدير أمن مطار طبرق رشيد المنفي المكلف من القيادة العامة لميليشيات الكرامة منع هبوط طائرة مدنية قادمة من مطار معتيقة قبل توجهها إلى مطار بنينة ببنغازي. الحادثة أثارت استياء مدير المطار المدني حسن هليل الذي قال للنبأ إن التصرف فردي أربك عمل المطار وأحرج موظفيه ورجال الأمن به. طلب هليل بالتحقيق في الواقعة وعدم التدخل في إدارة المطار من الجهات العسكرية. وإلى سبها، حيث ناقش مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمكتب التعليم بالمدينة عبد السلام الجهمي مع عدد من مديري المدارس في مدينة سبها الصعوبات التي تواجه انطلاق السنة الدراسية لهذا العام. قال المجتمعون الثلاثاء أن صيانة المدارس ومشكلة السيولة وارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية تمثل أكبر المشاكل، إضافة إلى عقود المدرسين وتغطية العجز المالي في بعض المدارس وانعدام الوقود في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى تأجيل الدراسة بمدينة سبها. سيرت مصلحة والمرافق التعليمية بتجور شحنة من تجهيزات الإذاعات المدرسية للمدارس الواقعة في المنطقة الشرقية، وستصل الشحنات وفق المصلحة لأحدى عشر منطقة استعدادا للعودة للمدارس وبهدف تفعيل النشاط الإذاعي داخلها. أصدرت وزارة التعليم قرارا بمراجعة الملاك الوظيفي لحصر الأداء داخل المنظومة التعليمية التي يتجاوز عدد المنتسبين إليها أكثر من 600 ألف موظف. اعتمدت الوزارة 28 وظيفة لهيكلة المؤسسات التعليمية وضيعة جملة من الاشتراطات أبرزها القدم الوظيفي والتخصص التربوي. عام دراسي بات على الأبواب، إلا أن هذا العام جاء على غير عادته لينقل في طياته استياء كثير من المعلمين عن أداء وزارتهم، لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمدارس. معلم يحاول أن يطبق معدلات الأداء لكل معلم ويأخذ ميزة الحصة، لكن مع الأسف الوزارة دائما في التقصير، دائما في خذلان المعلم، دائما في عدم حرصها على أرضاء هذه الشريحة، وباعتبار أن هذه الشريحة شريحة كبيرة في المجتمع، مع هذا نجد أن دائما حق المعلم مهضوم. مراجعة الملاك الوظيفي خطوة اتخذتها وزارة التعليم لحصر الأداء الفعلي داخل المنظومة التعليمية التي يتجاوز عدد المنتسبين إليها أكثر من 600 ألف موظف بحسب إحصائيات صادرة عن الوزارة ذاتها. بالنسبة لنظر جميع المدارس يلقوا عندهم الملاك كحاجة، يعني كأنه وسيلة مساعدة أو لإبقائهم في المنازل، وفي اللي يقول لك لا أنا الملاك الوظيفي صراحة خلي يحصر، خلي يديروا الملاك الوظيفي نظرا ما يطلع الناس اللي لها القدرة والناس اللي ما عندهاش قدرة. 28 وظيفة اعتمدتها الوزارة لهيكلية المؤسسات التعليمية وتخصيص المعلمين الأكفاء لشغل مهامها، واضعة جملة من الاشتراطات أبرزها القدم الوظيفي والتخصص التربوي، إضافة إلى اعتماد 15 حصة إسبوعية لمعدلات الأداء لكل معلم. هيكلية ألزمت الوزارة بوضع تصور جديد، حيث أوجدت ما يسمى بالاحتياط العام الذي سيساهم بحسب المشرفين عليه في تغطية الاحتياج الفعلي لمعلمي بعض التخصصات الدراسية، وذلك من خلال إعداد الدورات المنهجية لتغيير المسار التخصصي ورفع الكفاءة. فأرى أنه يكون ضروري بحيث نختار المدرس الكفء ومدرس المؤهل ليقوم بعملية التدريس ولا نترك المجال التدريس لأي هب ولب، فذلك لتوفر مدرسين وجود على هذه المدرسين يجب أن يطبق الملاك بحيث يكون الملاك الوظيفي بحيث يكون المعدات الأداء للمدرس، بحيث نجد تكدس في بعض المدارس في بعض التخصصات ونجد عجز في بعض المدارس. عند تطبيق هذا الملاك نحصل على
تغطية كاملة لجميع التخصصات الموجودة في المنطقة إن شاء الله. إصلاحات تسعى الوزارة إلى تطبيقها داخل المنظومة التعليمية لعلها تسهم في تخفيف عبء الكادر الوظيفي وعلاج مشكلة ضعف المرتبات التي يلوح المعلمون بالاعتصام من أجلها. ختام النشرة وتذكير بأبرز ما جاء فيها من عرض. لجنة الصياغة الموحدة تبدأ اجتماعها الرابع بتونس لبحث ملف هيكلة الرئاسي والجسم التنفيذي. هدوء حذر في صبراتة وتواصل مساعي وفود المصالحة لوقف النزاع في المدينة. أفريكوم تعلن تنفيذها ضربتين جويتين ضد تنظيم الدولة بسرت ومقتل عدد من عناصره. وتابعت معنا أيضا بدء تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة أوبار الغازية لتوليد الكهرباء. ختام النشر، إلى اللقاء.